عاصفة الحزم في ذكر انطلاقتها مراوحة في المكان وتعطل للشرعية وأدواتها. هكذا بات أغلب سكان تعز يصفون خطوات التحالف الذي جاء لإنهاء الانقلاب والقضاء على التمرد، لكنه عزز من تواجده في لحظة لم تعد هناك أي بوادر توحي بجدية التحالف. 5 سنوات مضت وما تزال حالة المدينة كما هي، حيث تعاني حربا في الأطراف وحصارا خانقا في المنافذ في ظل إسهاب التحالف وأجهزته عن الحديث عن حسم المعركة لصالح الشرعية. بينما على الواقع لا شيء يذكر مع بقاء المعسكرات التدريبية للميليشيات الانقلابية متواجدة في أغلب مناطق المحافظة وعلى مرأى من التحالف ذاته. بعد 5 سنوات من انطلاق عاصفة الحزم تحت أهداف معلنة أو بأهداف معلنة هي استعادة الشرعية وإسقاط الانقلاب، يعاني اليمنيون الآن من حالة إحباط ويأس شديدين جدا إنجاز التعبير نتيجة إخفاق التحالف في تحقيق هذه الأهداف. هناك مؤشرات ومعطيات في الواقع تنبئ بأن هناك تضارب ما بين الأهداف المعلنة للحرب والأهداف الخفية، منها سقوط بعض المناطق في أيدي الشرعية منها أيضا الاحتقال الحاصل في الجنوب، منها أيضا عدم جدية التحالف في عودة الشرعية لأرض الوطن لإدارة المناطق المحررة كما ينبغي ومحاولة استعادة الشرعية. لم تحقق عاصفة الحزم نجاحات بقدر إخفاقاتها، فالعشرات من الضحايا المدنيين سقطوا بين قتيل وجريح في تعز جراء الضربات الخاطئة لمقاتلات التحالف وفق ما تؤكده تقارير طبية وحقوقية، وهو ما يصفه مراقبون بانحراف مسار الأهداف العسكرية التي جاء من أجلها التحالف بقيادة السعودية والإمارات باتجاه مطامع بالسيطرة على مواقع حيوية في الخارطة الجغرافية بغرض استنزاف مقدرات البلاد وثرواته. نستطيع القول أنه ما يقارب 2000 إلى 3000 ضحية من ضحايا طيران التحالف المدني ما بين قتيل وجريح وأيضا ما بين استهداف منشآت عامة وخاصة. في المرحلة الأخيرة أصبحت الأمور فيها نوع من يعني عدم الوضوح، وأيضا استهدفت الشرعية أكثر مما يستهدف الحوثي. لم يكتفي قادة عاصفة الحزم بالحديث حول الوقوف مع الشرعية وجيشها، بل تجاوزوا أجندتهم المشبوهة إلى استهداف تحركات الجيش في معظم محافظات الجمهورية ومنها تعز. على مشارف العام السادس تتسع دائرة معاناة السكان وتتلاشى آمال الخلاص من الحرب، حرب تعرض فيها اليمنيون للخذلان والغدر من التحالف السعودي الإماراتي الذي اتسعت دائرة أطماعه باتساع حجم المعاناة اليمنية. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.